المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذا هو موجز لأهم وآخر الأنباء. رأس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري أمس اجتماع اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري على منطقة أبيي. وأوضح مقرر اللجنة محمد عبد الله والدبوك في تصريح صحفي أن اللجنة توقفت من خلال الاجتماع على الأوضاع الإنسانية والأمنية بمنطقة أبيي، ووضعت موجهات تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار، وأمنت على ضرورة خلق بيئة طيبة للتواصل بين قبيلتي دينكنوك والمسيرية، وأن تراعي الحلول السياسية رغبات الأطراف المعنية بمستقبل المنطقة. أفاد مراسل الشروق بولاية جنوب دارفور بوفاة ضابط بالقوات المسلحة برتبة العقيد بحاضرة الولاية مدينة نيالا، وذلك بعد أن قام ملثبون مسلحون بإطلاق النار عليه وهو في طريق عودته لمنزله برفقة أبنائه العائدين من مدارسهم في معية والدهم. وأوضح مصدر أمني أن 5 أفراد مسلحين يمتطون عربة لاند كروزر بدون لوحات اعترضوا العقيد وطلبوا منه تسليمهم العربة بعد أن قاموا بتهديده، لكن عقب إنزال أبنائه من العربة قام بمقاومتهم ومنعهم من الاستيلاء على العربة اللاند كروزر حتى وصل إلى مقر القيادة الغربية للقوات المسلحة وأطلق عليه الجنات النار. هذا وتجدر الإشارة إلى أن المكتب الصحفي لشرطة ولاية جنوب دارفور قد أصدر بيانا صحفيا حول هذا الموضوع. تمكن فريق من إدارة مكافحة التهريب بجمارك ولاية القضارف من ضبط عدد 130 طنا من محصول الصويا الغير مطابق للمواصفات مهربة إلى البلاد من إحدى الدول الجوار. ووقف والي ولاية القضارف محمد عبد الرحمن محجوب برفقة مدير شرطة ولاية القضارف مدثر حسب الرسول بمباني إدارة جمارك ولاية القضارف على الضبطية التي حققتها إدارة مكافحة التهريب والضبطيات التي تمت خلال الأيام الماضية من مخدرات الشاشمندي والكريمات والملابس المستعملة والعربات غير المغننة. فندت إدارة مطار مروي الدولي ما راج في الوسائط المختلفة عن نقل معدات وآليات أرضية لمطار الخرطوم الدولي بأنه لا يعدو كونه تعاملات روتينية عادية في إطار العمل المشترك بين المطارات والجهات الشبيهة. وأبان مدير مطار مروي محمد صالح حسن أنه وفي إطار التعاون والتبادل المشترك بين مطار الخرطوم ومطار مروي لسد الضائقة في الوحدة المتعطلة بمطار الخرطوم ولحين استجلاب وحدة جديدة من الخارج ومقابلة احتياجات المطار من زيادة الرحلات الجوية. وبث مدير مطار مروي تطمينات للمواطنين بأن الإجراء يندرج تحت التعاون الروتيني المتعارف عليه. بهذا مشاهدينا الأعزاء نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذا الموجز. أشكر لكم طيب المتابعة. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.